الطائرات الكويتية هي بيتنا، وبالتالي لما تشوفها في أي مطار في العالم هو إحساسك. أنا بحاول ألخصها لك، ودنا نعرف شنو السالفة. ألخصها لك، يمكن ماني رايح اجتماعية وغير اجتماعية وسياسية وغيره، بلخصها لك في يعني شغلتين صغار. التدخل في شؤون الكويتية الخارجي، نعم، هو أحد أسباب الارتباك والاضطراب في الأداء اللي يؤدي إلى عزل أو استقالة أو يعني عدم الاستقرار في مجالس الإدارات اللي مرت عليها وبالتالي في رئاساتها. مجلس الأمة يتدخل، الهيئة العامة للاستثمار تتدخل، المجلس الإدارة هو المفروض يقرر السياسة، رئيس مجلس الإدارة هو يقرر المفترض يعني يقرر الخطوط العريضة للعمل ويعتمدها مجلس الإدارة. ولكن مثل ما قلت لك، الدواوين هي اللي تقيم أدائك كخدمة طيران وشركة طيران، الصحافة، وسائل التواصل الاجتماعي، الجهات الرقابية، مع تقديرنا طبعا لهم الجهات الرقابية المفروض يروحون على كل الجهات الرقابية، يروحون على إيش؟ على المخالفات، على إذا في تجاوزات، إذا في تلاعب، إذا هذا صحيح، لكن يدخلون حتى في أنك هالخط ليش مشغله وهالخط ما شغلته وانت رايح يعني. فيعني كثرة الطباخين أفسدت الطبخة، تفسد الطبخة مو بس بالطيران، في كل مجال، في كل المجالات. والطيران مع الأسف هو المجال الوحيد اللي الكل يفتي فيه في البلد، والله المستعان، الله يعينهم، الله يعين أخوي علي الدخان ومن يأتي بعده في هذا المجال بهذه الظروف وبهذه الكيفية.